وحاول انك تمسك العصاية من النص واعطيهم وقت، ما تهملهم بالمرة وما تعطيهم كل الوقت كمان، يعني بدك توازن، لانه في الاخير الشهادة لوحدها ما حتفيدك. تمام؟ فعندك امتحانات عادي، انقطع عنا شوي، ادرس لامتحاناتك بعدين ارجع كمل. تمام؟ ف وانت معك 4 سنوات، 4 سنوات فترة كافية جدا انك انت تمشي معنا وتخلص الاساسيات وتخلص جامعتك وبتمشي الامور. الموضوع بس هو تايم مانجمنت يا جماعة. تمام؟ فهذا السؤال، انه تترك جامعتك؟ لا، وازن ما بين جامعتك وما بين دراستك معنا، اعطي أولوية اكثر شوي لنا عشان تاخذ خبرة عملية وتطبيق. في وقت الامتحانات انقطع شوي عنا، مش مشكلة، مش حتنسى كل شيء. خلص امتحاناتك ارجع.